بالشعر حافظ الأسد. الحديث رح حاول اختصره قدر ما بقدر. بداية 2011 قلت الله سوريا، انت قلت الله سوريا شعبي وبس. 13 سنة الأعمى اللي ما في بوشه عيون يشوف فيها شاف انك واحد منافق وكذاب. الغبي يلي ما عنده جنس الادراك ادرك بعد 13 سنة انك منافق. بشار حافظ الاسد. بدون دخول بالتوصيفات للوضع الحالي كله، صار المجنون اللي ما عنده مدارك عقلية بيعرف الوضع الحالي اللي وصلنا له، والبلد قامت من جديد. يكون بعلمك الحمار بيوقع بالجورة مرة واحدة، انت رح تكون اكتر من حمار اذا رح توقع بالجورة مرتين، اكتر من حمار بكتير رح تكون. وانا قد الكلمة عم قل لك اياها، بالنهاية وصفك رئيس جمهورية ووصفي انا مواطن، اثنيناتنا بننام حفياني واثنيناتنا بنخرع على القاعد. ماني خايف لا منك ولا من كل شيء بيشتغل من شانك. عندي كلمتين خايف من رب العالمين فقط ولا غير، هذا اللي انت ما بتعرفه ولا بتعمل حساب للقائه، انا بس هذا اللي خايف منه، ولذلك طالع اقول لك الكلمتين. بال 2011 تعاملت مع الوضع الثوري اللي قام بسوريا قبل ما يتسيس وينشغل عليه ليصير مؤامرة وفتني، مع الوضع الثوري نتيجة الوضع المتردي المعيشي للشعب اللي انت حاكمه في البلد اللي انت صرت رئيسه توريسا وليس انتخابا، توريسا ولعبي من ضباط امنك نصبوك رئيس علينا. قام نص الشعب بال 2011 ضدك. للأسف كان نص الشعب الثاني مغيب وقام لحمايتك. صار اللي صار، واللي راح راح بكيسه، واللي تعلم من كيسه كمان. خرجنا وبنستاهل. نحن 2023 يا بشار الأسد، يا رئيس الجمهورية العربية السورية، حتى الآن البلد عم تقوم من جديد، سوريتي أنا يلي أنت حاكمة عم تقوم من جديد، وثورة كرامي من جديد. ثورة كرامي، ها انتبه، مو ثورة عمالي، وما بدي أوصف الثورة الماضية بالعمالي، بس لا في داعش صناعة أمريكية هلق، ولا في جبهة نصرة صناعة تركية، ولا في أموال قطرية عم تتدفق، ولا في عرعور بالسعودية عم يقومنا. البلد قامت، وقامت لتكسر راسك. ما ضل عندك حاضنة شعبية تسلحها وتقومها ليقتلوا لك اللي قايمين ضدك، ما ضل. ضل عندك أفرع أمنية فقط وأصدقائك. إذا أنت رجال فعلا استرجي استعمله. أنا أتحداك، أنا المواطن العربي السوري ماجد حافظ الدواي من محافظة اللاذقية، ماشي، من محافظة اللاذقية، أتحداك أنك تجرؤ تستعمل جيشك ضد شعبك هلق مرة تانية، لأنه جيشك رح يخلعك. جيشك ها ضباطك، الضباط الأحرار، مو اللي مثلك، مو الضباط اللي ورثوا الرتبة 4 رتب بترفيعة واحدة، ماشي، الضباط الأحرار الشرفاء أولاد الظهور الشريفي والبطون الشريفي رح يخلعوك وبالبوط العسكري. أتحداك تجرؤ تستخدم جيشك، ماشي، وأتحداك إنك كمان تجرؤ تنزل أفرعك الأمنية على الشوارع مرة تانية، لأنه إذا اعتبرنا أنه مفرزت جسر الشغور بال 2011 صارت بمؤامرة وتواطؤ إخواني، ماشي، انت بدك تسوي بأفرعك الأمنية مجازر، ها، وتركسات موجودة وبراميل ديناميت موجودة وأنا عم هدد، ماشي، وكل شيء موجود، وشعب مسلح يكون بعلمك حضرتك بغبائك سلحته، شعب مسلح، مو بس أمنك اللي معه سلاح. انت قلت 2011 زورا وبهتانا الله سوريا شعبي وبس. ماني عم ناشد ضميرك لانك انسان خالي من الضمير، ولاني عم ناشد رجولتك لانه كمان اثبتت
بعد الاختبار لرجولتك انك بلا رجولي. ما في رجال بيعمل بشعبه بشهداء وهيك وبيتم شعبه وبيجوع نسوان شهداءه يلي دفعوا دم من كرماله هو يضل قاعد مبلط على الكرسي. اذا اسا في براسك زرة عقل تنحى تنحى عن السلطة، تنحى عن السلطة ووفر حمام دم جديد بسوريا. ثلاث ارباع شعبك صار برا سوريا، ضل تلت شعبك، ما اقول تلتين شعبك برا، تلت مات وتلت برا وتلت ضل جوا. هالتلت الجواني حافظ على دمه، حافظ على دمه. لا تخلي الشعب يدبح بعضه، لا تخلي الافرع الامنية اللي خايفة من قادتا من القادي تبع اللي هني بيأتمروا بامرك كونه معبايين من وراك، ماشي. لا تخلي في الافرع الامنية تبعك تطلق رصاصة واحدة، لانه بس انطلقت رصاصة واحدة غير رب العالمين ما راح يوقف حمام الدم اللي راح يصير. تنحى عن السلطة. انا بطالبك مواطن عربي سوري من الساحل، ماشي، نسبي واصلي علوي، ما دخل ما عندك حاضني شعبي بالمرة، ما ضل عندك حاضني شعبي، ما ضل عندك ناس تحبك. يا الفئة القليلة جدا جدا اللي ضلت تحبك بسوريا، هنن فقط فقط المنتفعين منك ومن من سلطانك ومن سلطتك ومن بقائك في السياسي. خدن وانقلع برا البلد، خدن وانقلعوا برا البلد بكل شيء سرقتوه. الله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم، ولا نقطة دم شهيد من أي طرف من الطرفين نزلت على الأرض بسوريا تسامحكم. خدوهم ووفروا على البقية حمام الدم وانقلعوا برا سوريا. ما ضل حدا بسوريا بحبك، ما ضل حدا بسوريا كلها بحبك، إلا بس المطبلين تبعك، وهدوم جواتهم بيكرهوك، بيكرهوك بالداخل تبعهم بيكرهوك ولا بيحبوك، لكن بيحبوا مصلحتهم وجيبتهم، لهيك مستمرين بالتطبيل والتزمير لألك. عرفت كيف؟ اتنحى عن رئاسة هالبلد الشريفة، اتنحى يا بشار الأسد عن رئاسة هالدولة هي. حاج دم، حاج دم وحاج اعتقالات. ومثل ما قال أحد الشرفاء اللي أنت حضرتك وأفرعك الأمنية وأصابعك وبلطجيتك مطاردينه هو وبرا البلد كمان، ماشي، ها أنت يا منافق كنت تقول أنا بحكي مع المعارضة الداخلية، مع معارضة صناعة وطنية، ما بحكي مع معارضات الخارج صناعة قطر. هيدن يا كذاب يا منافق، أنا بدي نظف لساني، لأنه حتى الكلمة الوسخة شايفة ضيعانة فيك. لكن المعارضة الداخلية الشريفة اللي عم يطلع يعارضك ويعارض سياسة حكومتك، ما يعارضك لألك، يعارض الغلاء، يعارض يحكي يقول أنا جوعان، أولادي جوعانين، أنا ما عم بقدر أبعت ابني على الجامعة، عم تعتقلوه. ليكو أحمد إسماعيل، ليكو قبل منه فراس غانم، ليكو أمير فارس مبارح بيعطيله دورياته، الزلمة هلق مقايس عن حياته، مستعد يفجر حاله بالدوري اللي تعتقله. يا منافق انت ما بدك حدا يعارضك، يا منافق، وما ضل حدا يحبك، وقصة انك تضل حاكم البلد وحاكم الشعب الشريف بالقوة وبكرباج الامن، والله فشرته، والله فشرته. ومو بس اهل السويدة شرفاء وكرام وعند المواقف رجولي، يلي بالساحل اسا رح يطلعوا هن اللي رح يشلعوك، يلي حاموك رح يشلعوك، يلي حاموك رح يشلعوك ورح يشخوا بقصورك. ما رح ينهبوا قصورك، لا، رح يشخوا لك بقصورك. حمول حالك وتنحى عن هالبلد هاي واطلع. ما انت روسيا بتحبك وبدياك؟ ما روسيا اللي بدياك تضل رئيس لهالدولة حفاظا على مصالحها؟ طلع انقلع لعندهم. ما انت بتحب ايران؟ طلع شرف على ايران. روح انت وزبانيتك وعصابتك وقحباتك وشلكاتك، عندكن اموال بتشتري لكم جزيرة، اشتري جزيرة واعمل حالك سلطان عليها. اتركوا سوريا بقى، حلوا عن سوريا وعن شعب سوريا. حاج خنقتوا الناس وقتلتوا الناس وذبحتوا الناس، وهلق عم تخنقوا اولاد الناس، اولاد الناس اللي عم يختنقوا. والواحد الاب اللي بده يشوف اولاده عم تختنق قدامه بده يطلع يقاتل الله، ما بس بده يقاتلك لألك. بشار حافظ الاسد تنحى عن السلطة ووفر حمام دم جديد على هالبلد، و
ماني عم هددك ولا عم بنصحك، ماشي؟ إذا أسا في براسك زرة عقل جدي صغيري بس ما أكلت لك ياها أسماء الأسد تبعك، أسماء الأخرس، خد أسماء الأخرس تبعك وقرايبينك وعصابتك وزبانيتك ويلي بيشد عم شدك، وخد مصرياتك اللي سرقتهم من البلد، مصرياتنا اللي سرقتهم، وفر علينا دمنا وانقلعوا برا البلد والرسالة توصل. وبعرف صفحتي مخترقة، وبعرف عوينية عم يراقبوني، وخروا مثل ما قال لك أيمن فارس بلط البحر، أنا بقول لك خريا، الميت ميت ما عنده شيء يخسره، واللي ساكت إسات وقاعد على وجعه وساكت فكر بينك من حالك أنت شو عندك لتخسر خايف عليه، يلي ما عنده شيء يخسره حتى من الموت ما بيخاف.